لموقف رئيس موقف رئيس هو رجوعكم في قرار اتخذتموه في انه تكون الجلسه سريه والعموميه بالكاميرا اليوم رجعتوا فيه حسن بوزري رجعتوا شو اسمك استاذ سمح الاستاذ منير بن صالح الاستاذ بن صالح رجعتوا فيه رئيس هذا القرار احنا مختلفين الاستاذ بن صالح اصاله والنيابه عشكون زملائك على كيف الزملاء لا دفاع لا لا ثم زملائك من لسان دفاع حاضروا تكلموا عن الاستاذ عادل الهجان عن الاستاذ لا استنى عن اصاله عن نفسه على الأستاذ عبد الله الجلالي، الأستاذ الصادق الرحموني، الأستاذ البصلي، الأستاذ عز الدين العرفاوي، الأستاذ هوالد الكلاعي، الأستاذ معز الشريف، الأستاذ النجازي، الأستاذ فوزي المراد، الأستاذ برمراد، الأستاذ لطفي دبلون، الأستاذ محمد علي غريب، بن شعفر، الأستاذ عويتي، الأستاذ بن بشير، كوثر القفسي، لميا قدور، الأستاذ البرقاوي، الأستاذ يعيش، وعن الأستاذ يطهم وحسن أدائهم. باش لا نغضبوا هذو لا هذو خلينا انه عندنا مشكله وحيده فقط تفضل انه يجب ان نفهم انه في هذه القضيه الاصل هو محامي المتهم في الكلام في الدفاع في الطلبات الشكليه عندما يقصى محامي المتهم مقصودكمش عندما يملي محامي قائم الحق الشخصي على المحكمه ماذا تفعل وماذا تدون وماذا تقول احنا شنو يا رئيس لسنا دماء وما نشتكور لا استاذ في هذه الجلسه احنا خذينا قرارنا بعد التصويت وبالنسبه للمتهمين انتم احرار تحبوا تعملوا محامين اخرين تحبوا انتم